وزينة دكاش الفنانة اللبنانية والمعالجة بالدراما ومخرجة الأفلام الوثائقية التي تحدثنا عنها. معنا الآن مباشرة من بيروت. أهلا بك زينة، يعطيك ألف عافية. بداية، المرأة هي الأساس، ولكنك تتعاملين مع الرجل والمرأة، لأنه الهدف المرأة من خلال الرجل، أو لأنه المشكلة توسعت أكثر بعد أن بدأت تتلمسين واقع الحال بالنسبة للرجال والنساء ومعاناتهم؟ مرحبا وشكرا على استضافتكم. بداية، أنا معالجة بالدراما، يعني بستخدم طرق المسرح للعلاج النفسي، فأكيد في يكونوا رجال، نساء، مراهقين حتى. كان خياري الأول أكيد أنه نشتغل داخل السجون مثل ما سبق وتفضلتي، داخل سجن الرومية مع الرجال، داخل سجن النساء كمان لما أنتجنا مسرحية معهم للستات وفيلم، وكل اللي مننجو هو لكمان نعدل القوانين لنقدر نهتم بالحقوق تبع السجناء. ان باراليل مثل ما شفنا بالبداية لما كنا عم نشتغل باب التبانة واجب المحسن، هو مبادرة هيدي منا من جمعيتي، مبادرة من طاولة سوق الطيب اللي مؤسسها الأستاذ كمال مزوق، اللي هن بيروحوا بعلموا طبخ للنساء بعدة أماكن. يعني الأسبوع الماضي كمان كنا بصيدا عم نشتغل مع نساء فلسطينيات، نساء لبنانيات ومن سوريا، مجموعين سوا يتعلموا الطبخ. إن أكيد بيعرفوا يطبخوا، ولكن كيف يحسنوا طبختهم ليقدروا يبيعوها وتكون زي رزقة لألهم. نعم. أنا مداخلتي دائما بتكون عشان هن يعبروا أفضل ويكون عندهم تواصل مع العالم بشكل محترف. طيب، وعم بتحس من خلال هاي الدورات، لأنه بحسب ما أفهم انتشارك واسع، وبالتالي الدورات بتكون مركزة بفترات معينة، تأثيرها آني أو فعلا على المدى الطويل عم بتحس أنه فعلا في رد فعل جيدة؟ يعني مثلا داخل السجون أقل مداخلة بتكون 15 شهر مع نفس الأشخاص. 15 شهر يعني منرافقهم، يعني الكثير منهم منرافقهم لنهار اللي بيطلعوا بيرجعوا فيه على الحرية، لما يخرجوا للخارج بنبقى كمان معهم على اتصال تنساعدهم يلاقوا شغل، يقدروا يرجعوا يلاقوا بيت، لأن في كتير منهم ما عندهم بيوت. يعني بتباشر المداخلة كعلاج نفسي، ولكن المتابعة بتضل فينا نقول إلى أبد الآبدين. يعني مع النساء هن متابعين دائما من سوق الطيب، طاولة سوق الطيب اللي حكيت عنها، لأنه هن اللي بيأمنوا لهم فرص العمل من ناحية الطبخ والاستمرارية سوا. هونيك بتكون مداخلتي أنا بس لفترة معينة لهي تقدر تكتسب كل البادي لانجويج، كيف تحكي، البابليك سبيكينج، الاي كونتاكت، وكل هولي. زينة، انت وحدك موضوع ثاني يعني مستمر لنا 10 سنين اليوم داخل السجون. انت وحدك خرجتي بهاي الفكره، ام انه هاي ماده تدرس وبالتالي يمكن اكثر من ممثل او ممثله ان يقوموا بمثل هذا الدور؟ للشخص يقدر يكون معالج بالدراما هو تخصص، وتخصص أنا درسته بأمريكا ورجعت على لبنان ما كان لسه موجود هذا التخصص بالبلد. فكل ما أقول للناس معالج بالدراما يقول إيش يعني تمثيل؟ لأنه لا هو منه تمثيل، هو عم ندمج الكلينيكال سايكولوجي مع الثياتر. فأنا عندي ماسترز بالكلينيكال سايكولوجي والبي اي تبعي ثياتر والجراديويت ستادي دراما ثيرابي. سو لا، مش جميل. أي شخص أو بس لأنه بمجرد ما درس تمثيل بيقدر يكون معالج بالدراما. تعديل فهو قانون تخصص لوحده يعني. نعم زينة، تعديل قانون العقوبات ومعالجة واقع السجناء ذوي الأمراض العقلية والنفسية، تعديله بأي اتجاه وكيف معالجة ماذا؟ أوكي، بلبنان للأسف القانون العقوبات يلي النص سنة 1943 ما زال بيقول هذا القانون اللي هو ساري حتى اليوم، كل مجنون أو معتوه أو ممسوس، يعني كلمات اوريدي منا أبدا ساينتفك، منا أبدا متطورة مع علم النفس، ارتكب جريمة بحطوه بالسجن لحين الشفاء، بمأوى احترازي لحين الشفاء. من 43 لليوم طور الطب النفسي كتير، بداية ما اسمهم مجانين ولا ممسوسين، صار اسمهم ناس عندها أمراض نفسية أو عقلية. العلاج إذا بدهم ياهم يشفوا الشفاء ما بيصير، هو علاج مستمر، it's a chronic problem، منه شيء بياخد حبة بيصير فجأة منيح، وين رح يصح هو وقاعد بالسجن. فقدمنا اقتراح قانون يقدر بداية يغير التعبير يلي موجودة داخل قانون العقوبات اللبناني، ثاني اقتراح وضعهم بالمستشفيات مش داخل السجن، ثالث شيء انه ما بيبقوا لحين الشفاء، بيبقوا لحين الاستقرار او عدم تشكيلهم خطر على المجتمع.
فهول ثلاث اشياء كانوا ضروريه انه يتعدلوا. تقدم الاقتراح يوم الاثنين الفائت على البرلمان اللبناني بموافقه من 7 نواب اطلعوا عليه ومضجوا عليه، وهن جدا مشجعين يعني ونصوه معنا. فهلا نحن ناطرين ثاني فيز يلي هي ثاني مرحله، انه فعلا يمرق على اللجان ويصير النقاشات، ويا رب يعني يسري بقى هذا القانون لينقذ كثير حياه عالم. يعني الموضوع جدا انساني اليوم طبعاً. في داخل سجوننا. نتمنى لك التوفيق يعني على كل ما تقومين به. زينة دكاش شكرا جزيلا، ونتابع معك طبعا التطورات فيما يتعلق بهذا الملف. على الخامسة من بيروت، الفنانة اللبنانية والمعالجة بالدراما ومخرجة افلام وثائقية زينة دكاش، شكرا جزيلا لك.